تعد اللغة الفرنسية اليوم من أهم اللغات العالمية، وهي لغة لها حضور قوي في القارات الخمس، فهناك 63 دولة في العالم تنضوي تحت مظلة المنظمة الدولية الفرنكوفونية، وهي الدول التي يقطنها قرابة 500 مليون نسمة يتوزعون في عدة بلدان مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ وكندا وبلدان شمال إفريقيا والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء. لذلك تعمل قناة إيغ تي في أو باللغة العربية قناة العصر على تبليغ رسالة الإسلام في فرنسا وجميع الدول الناطقة بالفرنسية وعرضها بما يناسب المجتمع الفرنسي والمجتمعات الغربية الأخرى الناطقة بالفرنسية، إضافة إلى طرح ومعالجة المشاكل التي يواجهها الشباب المسلم المقيم هناك، ولا سيما مع الجيل الثاني والثالث ممن نشأوا وترعرعوا في هذه الأقطار، وكذلك التواصل مع المهتدين الجدد، إضافة إلى كل من يهتم بالتعرف أكثر على الإسلام. كما تفخر قناة إيغ تي في بموروثها الحضاري والثقافي الإسلامي، وتهدف للتثقيف والإلهام وتعزيز القيم الإيجابية وتوسيع آفاق جمهورها، وتعطي مساحة كبيرة للاهتمام بالدعوة وتصحيح المغالطات والمفاهيم الخاطئة والأشكال النمطية والأفكار المسبقة التي رسختها بعض الجهات المعادية للدين الإسلامي. Les musulmans vont payer encore les conséquences maintenant. La société française est de plus en plus hostile aux musulmans. Aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, est-ce que ce serait pas mieux pour moi d'aller autre part ? ويوجد مقر القناة في العاصمة السويسرية جنيف، بينما تقع استوديوهات القناة في فرنسا وبريطانيا، حيث يضم فريق عملها العديد من الكوادر الصحفية والتقنية المؤهلة. وتركز القناة على 3 مبادئ جوهرية في خطها التحريري، وهي الاستقامة والنوعية والمهنية. وستبث قناة إيغ تي في برامجها من خلال الأقمار الصناعية على أن يتم التوزيع في مراحل لاحقة عبر قنوات الكابل. تشمل برمجة القناة العديد من المواضيع مثل البرامج الدينية، والتي تتطلع القناة من خلالها إلى إيصال مبادئ الإسلام إلى جمهورها. برنامج الدين والإيمان هو برنامج يتم عرضه عقب صلاة الجمعة، ويتحدث عن الدين والعلم في خدمة الإنسان، ويتطرق إلى العلاقة الوطيدة بين الإيمان والتقدم العلمي، ويبين كيف دفع المسلمون الأوائل بعجلة العلوم والفنون. من جهتها توضح حصة المهتدون الجدد رحلة البحث عن الحقيقة للعديد من الرجال والنساء في البلدان الناطقة بالفرنسية، وكيف اعتنق هؤلاء الدين الإسلامي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كما يعد برنامج مجالس علمية من البرامج الرائدة في القناة، ويتناول دروساً في علم العقيدة والفقه والتفسير والسيرة النبوية، ويهدف البرنامج إلى تقريب العلماء من الناس قصد تبصيرهم بأمور دينهم. حصة أخرى تثري البرامج الدينية في القناة، وهي حصة مع القرآن، وهذا البرنامج يهدف لشرح القرآن الكريم وتبسيط فهمه للمشاهدين باختلاف مستوياتهم الثقافية. وأخيراً حصة فتاوى على الهواء، هي حصة تقدم المواضيع الدينية بشكل تفاعلي، وتجيب على أسئلة المشاهدين وانشغالاتهم الدينية والدنيوية. وتقدم قناتنا العديد من البرامج التاريخية، وذلك بهدف تحليل وفهم أحداث التاريخ، وذلك للوصول إلى صبر الماضي وفقه الواقع. من البرامج الرائدة التي تقدمها القناة برنامج رجال حول الرسول، وهو برنامج يسلط الضوء على حياة نفر من أصحاب رسول الله، ويبرز السمات المميزة لهذه الشخصيات. برنامج آخر تعرضه القناة، وهو برنامج حضارة الإسلام،
الذي يتطرق لانتشار الدين الإسلامي حول العالم وقدرة الإسلام على التكيف مع مجتمعات مختلفة ونطاقات جغرافية متعددة، وكذلك الملامح الكبرى لبروز الحضارة الإسلامية. من البرامج المتميزة كذلك برنامج 24 ساعة، وهو برنامج يلخص زيارة تاريخية لمدينة من المدن ويلقي نظرة معمقة على هذه المدينة ويدرسها من الناحية التاريخية والاجتماعية والتراثية. وأخيراً عن كثب، وهو برنامج يتطرق إلى أحداث تاريخية هامة ويحلل الوثائق والمصادر التاريخية وأقوال المؤرخين، وذلك بغية للوصول إلى تحليل شامل ومتكامل لهذه الأحداث المهمة. كما أن للبرامج العلمية نصيباً وافراً في برمجة القناة، حيث يتم تبيان أهمية العلوم في تطور الحضارة الإنسانية. مثلاً برنامج إبداع العلوم هو برنامج تعليمي وترفيهي يتناول أنواع الابتكارات الحديثة ويحلل خفاياها ويكشف لنا أسرار العالم من حولنا وما يدور به من اختراعات معاصرة وفريدة تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية. برنامج من إلهام الطبيعة يرصد الاختراعات العلمية التي استلهمها أصحابها من وحي الطبيعة والتي أحدثت تحولاً كبيراً في التكنولوجيا المعاصرة. من جهتها تمثل الثقافة جانباً هاماً من المواضيع التي تتطرق لها القناة، وتغطي البرامج الثقافية مواضيع متعددة ومتنوعة تشمل الآداب والشعر والفنون والكتب. مثلاً برنامج مكتبة هو برنامج يهتم بمجال الكتابة والنشر ومناقشة آخر الإصدارات التي تعرض في المكتبات ومحاورة الكتاب للتباحث حول رؤيتهم ومشاريعهم المستقبلية. ومن بين البرامج الثقافية المتميزة في القناة برنامج متابعات، هو برنامج أسبوعي يرصد الفعاليات الثقافية المتميزة وتشمل مقابلات وحوارات مع مثقفين من كافة المجالات الثقافية. كما تخصص القناة جزءاً كبيراً من برامجها للاعتناء بالأسرة وقضاياها واهتماماتها والتحديات المعاصرة التي تواجهها والأساليب لتقوية تماسكها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البرامج الرائدة في هذا الصدد برنامج طفلكِ، هو برنامج يعنى بتربية النشأ وإعانتهم على حب القرآن الكريم من الصغر وتهيئتهم على التربية الإسلامية والعقيدة السليمة. برنامج صفحة جديدة هو برنامج يستضيف استشاريين في العلاقات الأسرية والزوجية والنفسية. RTV هي مساحة للحرية والمعرفة، هو مكان للنقاش والحوار، هو فضاء للإبداع والتقدم والتطلع للمستقبل. RTV نافذة جديدة على العالم.